باي نتوركس. قبل ما نشوف البلاتفورم البروجكت نفسه هتكلم البروبلم اللي على اساسها عملوا السكيل دي ان ايه. دلوقتي كحد لسه جونيور او حد حتى عنده اكسبيرينس سنين كتير عايز شيفت الكارير بتاعه، يعني انا مثلا النهارده كوميونيكيشن انجينير عايزه اروح ابقى سوفت وير، طيب انا مش عارف ايه المفروض الستبس اللي اخدها، ايه الكورسز المفروض ابدا فيها، ايه السيرتيفيكيشن المفروض تبقى كواليفايد فيها. حد مثلا بقاله سنين كتير في بوزيشن وعايز يروح مجال تاني خالص وضيع وقت كتير قوي بس ان هو ياخد الستيب عشان مش عارف ايه المفروض يعمله، ايه الستيب المفروض ياخدها، ايه الكورس المفروض يبداه. عشان المشكله دي جمعنا داتا كتير، بيبقى معانا داتا وجوب بروفايلز كتير، فعشان نستفيد اكتر حاجه من الداتا بتاعتنا لجأنا للداتا ساينس والاي اي. وهنا كان البروجكت بتاعنا سكيل دي ان اي، من اسمه هو دي ان اي بيكونكت السكيلز بتاعتك بيزد عليها، بيقول لك انت مفروض او مش مفروض انت ايه كل الجوب بروفايلز المناسبه للسكيلز بتاعتك. طيب خلاص انا عرفت ايه السكيلز بتاعتي وبقيت اوير ان انا ايه الجوب بروفايلز المتاحه ليا، هيريكومند لي حاجتين، اول حاجه الكارير باس بتاعي، تاني حاجه الكورسز المفروض اخدها. ده فكره المشروع باختصار، هو بيكلوز الجاب بين الشخص والدريم جوب بتاعته. طيب هو انتراكتيف بلاتفورم عباره عن ده البلاتفورم بتاعهم، هو بس عباره عن شات بوت اليوزر بيتفاعل معاه بيكلمه بيساله اسئله، والمفروض ان الشات بوت ده يجاوب عليه most accurate answers based على questions اللي هو سالها له. طيب كان البايبلاين بتاعنا، اول حاجه نجيب تكست نتست عليها الفانكشنز اللي هنعملها. ممكن تعمل زوم بس فوق ولا بس كده. اول حاجه نجيب تكست، تاني حاجه نعمل بري بروسيسنج، تالت حاجه نعمل كيورد اكستراكشنز نجيب الانسرز بتاعه الاسئله اللي هنعملها جنريت، رابع حاجه ان احنا نعمل مابينج بين الكيوردز اللي عندنا والكونتكست نفسه اللي في الداتا، بعد كده بنعمل كويستشن جنريشن زي بنجيب انسرز، وهنا بنجيب الديستراكتورز. الديستراكتورز دي الاجابه الغلط بتاعت الكويستشن اللي انا بستبعدها اصلا عن الاجابه عشان تطلع لي الاجابه الصح بتاعتي. بس ده البايبلاين بتاعنا. اول تاسك كان التكست، في الاول هما ادونا تكست فايل كان فيه كلام بالعربي كلام مش انجلش مش مفهوم، فكان البري بروسيسنج بتاعه غير اللي اشتغلنا عليه في الاخر. فكان اول تاسك على الداتا سيت دي هو ممكن فيها كلام زي ده مثلا، فهما كانوا محتاجين يسووا اي حاجه مش انجلش، فالبري بروسيسنج بتاعها كان غير الانجلش تكست، ففي ناس عملت حاجات بلايبراري بلت ان. انا مينلي عملت الكود بايدي، اول حاجه عملت فلور للتكست، بعدين شلت البراكتس، عملت ريموف لليور ال كل حاجه ريليتد يور ال في الداتا بتاعتي، ريموف سبيسز، repeated characters، separate digit لو عندي كلمة جنبها رقم بفصلهم. يعني ايه يعني ايه repeated characters؟ يعني لو حد في الداتا بتاعته مثلا لو اخر character متكرر او مش اخر عامه اي character هي. طب افرض ان الكلمة فيها characters متكررة. لا يعني happy دي الاكزامبل انت حطيتها اصلا في 2 p ماشي، هو هيشيلها وبيزد على الستوب وورد المفروض. يعني هشيل الكاركترز المتكررين البي والبي والواي والواي بقى كلمة. انا عامله كونديشن هو لو يعني ما ينفعش مثلا يشيل اي كلمة فيها حرفين متكررين وهي لازم يبقى فيها حرفين متكررين. مين قال؟ مش كل الكلام يعني الواي كتير ده مثلا. ايوه هو ككود وايز هتفرق ازاي؟ ككود وايز ممكن اعمل كونديشن ولو هو يعني مفيش كلمة فيها ثلاث حروف متكررة.
انت يعني ده لازم يكون 3 حروف ولا مش حرفين اخر بس؟ حاجه يبقى حرفين ممكن طبعا هو حرفين مقبولين. بس، مفيش تلاتة. طب لو حرفين متكررين وهم غلط هتعملي ايه؟ ما هو المفروض انا في الاخر بشوف السلانج نفسه والكونتكست وبيصلح لي الكلام هو انجليش وورد اصلا ولا لا من الستوب وورد بتاعتي. هو ده معظمه، هما كانوا عايزين cleaning functions، فكل ال functions ال يعني انت هتشيلي بس لو 3 حروف، لو أو 3 حروف هتشيليهم. اوكي. بعدين هنا بفصل ال digits، بعدين هنا ال apostrophe بخليها أربط up تبع. هو لسه فيه، هو انا عايزة اجي مش شايفة، عايز تعمل ايه؟ عايزة scroll. عايز أو كده انت عندك الاسكور اتفضل. هنا بشيل اي كلام مش انجلش، اي حاجه مش نون الفابيتيكال بشيلها. اوكي. هنا اللي حضرتك كنت بتقول عليه، انا كنت عايزه اشيل الموف سنجل كاركتر، بس كان في التكست اللي معانا مثلا سي لانجويج، فانا لو شلت السي اصلا هو مش هيبقى عارف ان انا قصدي سي لانجويج، فانا حطيتها بس مش مستخدمها تحت. اوكي. بعدين هنا عملت ريموف بانكتويشنز، انا مستخدمه كله ريجكس. تمام. هنا حولت ال numbers to words بال numbers to words في library. اول حاجه عملت split، بعدين دخلتها في condition، لو هي digit بيدخلها على num to word. هنا عملت ال correct spelling، كان هو الباشمهندس كاتب الكود ده بس انا استخدمت ال library بتاعت auto correct. هنا بتاعت ال stop words ال English words، وهنا عملت ريموف للحاجات بتاعت الايميلز بس. بعدين عملت ابلاينج، بعدين دي الكلين تكست، وده كان اول تاسك. بعدها نرجع للبايبلاين، بعدين قبل الكيورد اكستراكشن كان عايز نعمل سمرايزيشن للتكست بتاعتنا. انا استخدمت في الاخر جي بي 2، وكان في جي بي 2 بارت، انا استخدمت جي بي 2 كان اكتر حاجه مطلعالي اكيوريت ريزلت، كان summarize text يعني based على الطالع لي هنا. ده ال result بتاعت ال GP2 ده بعد ال summarize؟ yes. دي على clean text، على ال clean text. وهي كانت كام سطر اصلا دي كده؟ لا كانت كتير كتير قوي. وده بتاعت ال bar. طب بس احنا يعني في الاخر شلنا summarization. مثلا اوكي، بس لما جيتي تقري ال summarization دي هل لقيتي ان هي مقنعة؟ هل كلامها ليها related ببعض ولا هي هو؟ هي related بس مش ما ينفعش تطلع منه سؤال، وده سبب ان احنا شلناه في الاخر اصلا في الفاينل اوت فاينل نوت بوك، شلنا السمرايزيشن وعملنا الكيبوردز والمودلز كلها على كلين تكست بس، عشان يعني مش منطقي ان انت تعمل اصلا تطلع سؤال من داتا مش مفهومه. هي لو بني ادم هيفهم ان هي ريليتد ببعض، لكن انت يعني كمبيوتر طلع منها سؤال. طب هو اصلا ليه عايز يعمل سمرايزيشن؟ عشان يعمل كويشنز. ليه عايز يعمل؟ هو عايز يعني يلخص الداتا، يلخص حاجه ماشي، لكن ليه عايز يعمل اسئله واجابات من من السمرايزد باراجرافس ليه يعني؟ هو كان عايز كده، فاحنا ماشيين بالتاسك. أوكي. في الاخر اصلا شلنا السمرايزيشن من الكود. هو عامه كان كل واحد بيجرب وهو بياخد كل الاوتبوتس بتاعتنا وهو بيختار حاجه هو اللي بيحطها في الكود بتاعه، بس ما كانش لنا اكسس على اي داتا. طيب بعد ما عملت كلين للتكست، رابع تاسك ان انا اطلع الكيوردز اكستراكشن. يعني بص البارت سمري لو هي دي الريزلت، ده البارت ما هي ريزلت بالظبط بناء على سطور كتير قوي، فدي ولا اي حاجه طلع منها اسئله ايه. فاحنا ما عملناش في الاخر اصلا سمرايزيشن، عملنا على كلين تكست. طيب الكيورد اكستراكشن احنا استخدمنا، المفروض جربنا في الاول ياك واي اف اي دي اف، بس انا لقيت فايل على جيت هاب عامل كومباينيشن بين كل المودلز بتاعت الكيوردز اكستراكشن، وفي الاخر ب بند فليست
وبطلع فيها اليونيك بس. فيعني كان بالنسبه لي ده اكتر حاجه بطلع بيها اكل كيبوردز بالنسبه لي. هو برضو كان بيخلينا نجرب يعني كل واحد بيجيب داتا وعلى حسب الداتا بتاعتك انت شايف ايه المناسب عندك. بس دي كل المودلز وفي الاخر بقى بين هنا بطلع اليونيك بيطلع لي ليست اوف كيبوردز. بتيفالويت الشغل ازاي؟ بتقول ان ده شغل حلو ازاي او وحش ازاي؟ يعني ايه الكرايتيريا اللي انت بتقيس عليها ان ده احسن من دوت؟ هقول لك يعني انا مثلا في الفاينل اوتبوت لما عملت ران للداتا دي اللي معايا مثلا فيها كلام عربي ما كانتش طلعاني اي اسئله ليها معنى خالص، ما طلعتليش اسئله كويسه وريزلت كويسه غير لما جيت عملت سكرابينج من ويكيبيديا نفسه للتوبيك والكلام بتاعه، يعني مثلا ماشين ليرنينج وعملت التكست بتاعته وساعتها طلع لي الكود اشتغل يطلع ريزلت كويسه اسئله تتقري باجابتها. على التكست دي ما كانش بيطلع، هو بس كان عايز الكود عامه، يعني هو مش مدينا اصلا اي اكسس لاي تكست لاي داتا. طيب بعد ما بقى عندي الكيبوردز وعندي السنتنس نفسه اللي هي الداتا بتاعتي عايز اعمل ما بينهم مابينج ازاي. انا اوريدي عندي الكيورد وعندي الكونتكست، بس انا ممكن يبقى عندي كيورد ريليتد اكتر من كيورد لنفس الكونتكست، بس ممكن من هنا طلع لنا الديستراكتورز. الديستراكتورز دي الحاجه المستبعده وبختار واحده بس هي تبقى الاجابه الصح بتاعتي لو ام سي كيو. فهنا اول حاجه عملت توكنايزيشن للديتا بتاعتي بعدين شفت لو الكيورد بتاعتي موجوده بعمل بينهم مابين. يعني هنا برضه في السنتنس مابينج ما طلعليش اوتبوت كويس السنتنس بالكيورد، لكن لما عملته على الداتا اللي انا عامله لها سكرابينج sentence mapping، بس يعني كان قصدي هو بيطلع لي هنا ال sentence نفسها والكيورد قدام، ده كان ال output بتاع sentence mapping. فانا حضرتك عندك اي اسئله دلوقتي؟ طيب انا هوريها بسرعه بس ده ال final notebook. اول حاجه عملت scraping لل data من ويكيبيديا، استخدمت ال scraping library دي كنت مستخدمها قبل كده beautiful soup، بس دي استخدمتها عشان scrap ال html نفسه بتطلعه لي في plain text، كانت احسن حاجه جربتها. بعدين البري بروسيسنج بتاع الداتا، التاسك اللي فات كان الداتا معموله كليند اوفر ان هي متشال منها كلام كتير، فعلى حسب الداتا اللي كانت معانا احنا بس احتاجنا نشيل السبيشال كاركترز والستوب وورد والايميلز بس. بعدين ده كود السمرايزيشن بس ما استخدموش في الاخر، كيورد اكستراكشنز سنتنس مابينج. بعدين هو كود الديستراكتورز هو كان جايبه من الوورد نت، يعني هو كان مثبته في كل استخدمناه واحد ما حدش جرب حاجه فيه. بعدين الكويستشن جنريشن استخدمت هنا كنت بهندل الداتا، استخدمت في الاخر تي 5 موديل. استخدمت ال T5 بس، ودي function بتظبط لي ال output بتاع الداتا هيطلع لي ازاي. فلما بعدين بعد ما بقى عندي ال questions وال keywords عايزة generate answers، فاستخدمنا ال NLP. ده كان فيه models تانية بس كانت كلها APIs بفلوس، فده كان for free open source، فاستخدمنا ال NLP و based على كذا trial T5 ده أكتر حاجة بتطلع لي questions مظبوطه، والالن اكتر انسر طلع اكيوريت للكويستشنز، فده اللي ثبتنا عليه في الاخر. بعدين بقى عملت ابلاي اول دي ال questions والانسرز، سوري دي questions والانسرز. what does ECMLPKD stand for؟
self learning algorithm. ده السؤال ودي الإجابة. yes ده الكونتكست بتاع السؤال نفسه ودي ال أنا طبعا أنا أصلا طبعا مش فاهم السؤال، فطبعا مش عارف قريتها بالإجابة يعني. what does هو بالنسبة له هو ده كان أكتر ريزلت طلع مظبوطة على التكست اللي معانا، هو بياخد بقى وبيظبط على الداتا اللي معايا، بس هما مكانوش مدينا أي أكسس للداتا. أيوة أنا بتكلم على خاصة أنت جبتي باراجراف أيا كان وعملت عليها أسئلة وإجابات. what does ethics do؟ edit machine learning approaches، edit machine learning approaches. ايه السؤال وايه الإجابة؟ طيب هو what is feature learning method؟ dictionary learning، sparse dictionary learning، edit sparse dictionary. فيتشر ليرنينج هما دول. ما اعرفش طبعا التكست مفيش غير ده بس يعني ايه. لا في الاثر الكتير ده. ايوه يعني هي دي هو ده الفيتشر ليرنينج، هو ده التاسك وده الاوتبوت اللي طلعناه. ايوه حلو طلعت هو ده اللي هو عايزه. ما هقول حاجه، ما هو انا اي ران ممكن اعمله هيطلع اوتبوت عادي جدا، بس هو مين قال الاوتبوت ده صح؟ يعني هو مين قال ان احنا في الاخر اخذنا اخذنا الاوتبوت في الاخر وطلعنا منه ديستراكتورز ثانيه بحيث ان احنا نحسن الطلب، فده كان الاوتبوت. ايوه يعني هو ده اوتبوت صح؟ هو بالنسبه له كان شايف ان هو تمام. طب انت شايفه ايه؟ انا شايفه ان هو تمام برضو بالنسبه اللي شفناه قبل كده، فده تمام جدا يعني. انا مش ممكن ما نخلص اقول لحضرتك كان طلعي اوتبوت كان هو repeated questions اصلا. هو ده كلام انجلش لكن مش answers. ليه؟ بيزد على التكست اللي داخله. هاتلنا الكونتكست نفسه. اعملي كده سيرش على كلمة اسكس. حلو هاتي رقم اول بقى اول اسكس فين؟ ما مش جاي اصلا جابها صح؟ هي موجودة في كلمتين اسمهم اسكس. مش جاي معايا. مش عارفه الاقيها يعني. طب سيلكت ده وحطه لنا في اي حته تانية بره بره الكولاب. مش موجود اصلا. ما عندوش كلمه اسكس اصلا. طب معلش طب الكونتكست كانت بتتكلم في ايه طيب؟ بتتكلم عن topic الماشين ليرنينج نفسه من ويكيبيديا. هات لنا الصفحة اللي معاها ويكيبيديا. ويكيبيديا دبليو اي ام صح؟ هادي مفروض. اوكي اعملي find ethics. ادي اول ethics machine learning process host ethical question system are trained. زي تحت طبعا.
فكريني كده بالإجابة اللي هو كان كاتبها. What is ethics? Edit machine learning approach. Edit machine learning approaches. هو بيتكلم يعني لو انت خدت بالك من الباراجراف بيتكلم كله على البايس، وان هو مثلا ما يفضل يعني هو بيبين ان هم ما بيفضلوش البنات او السيدات والناس اللي هم مش اوروبيين، فكان الناس بتكون بايست، فهو حب يعمله اسكال اي اي دوت علشان ما يبقاش بايست. فايه علاقته بالاجابه اصلا؟ ده كويس ان في ان هو اصلا جاب اسكس وهي موجوده في الباراجراف يعني، لكن كان طالعين اوتبوت از ام سي كيو. ايوه، ما هو انا بسالك عليه من الاول خالص، ايه المتريك بتاعك انك بتقولي ان احنا صح؟ ايه الحاجه اللي انت بتقولي عليها ان انا اوكي لا ده انا الفاليو بتاعتي انا الاوتبوت بتاعي اكيوريت ببرسنتج معينه انا ماشيه صح او ماشيه غلط؟ يعني في الاول اصلا ما كانش بيطلع لنا كلام ليه معنى اصلا بالديتا اللي احنا مدخلينها، والليفل ده حاجه احسن بكتير يعني. بلس ان هو اصلا مش عايز مننا غير الكود، يعني هو عايز الكود يعمل فانكشن معينه وهو بيتست على الداتا بتاعته زي ما بيقرر انهي ابروتش من اللي احنا كلنا عاملينه هو صح. حلو، ده هو سريك منه بقى خالص. انت بقى ايوه، ما هو انت يعني انا مثلا بعمل تاسك، انا عن نفسي عامل زي ما قلت لك، امتى بقول امتى بقول ان انا كده خلصت التاسك؟ ان انا رنت، ما هو ده رن ماشي، طلعت ريزلت صح، بس ما طلعتش ريزلت صح، بس هي بيزد على اللي قبل كده، فدي احسن حاجه طلعت. طب طلعي سؤال صح، طلعي سؤال بإجابة صح، مش مهم بقى يعني، يعني بعيدا بقى عن كل الأسئلة اللي موجودة دي، عايز سؤال ليه منطق. What does multi-linear subspace information theory learning algorithm? What does multi-linear subspace learning algorithm؟ كمل السؤال بس. شوفي الاوردر بتاعه كام، وهاتي فاينل مثلا له 5 او ايا كان، مش هو دي اف فاينل؟ ايوه هاتي رقم 5 بتاعته. اللي ناقصه ال طبعا لو مش شرط لازم انا عندي وقت، لكن مش مطلعه في اي حته، مش هطلعه في اي حته بره. هو انا قست باللي انا قلت لك. What is an example of an application for machine agriculture anatomy adaptive website effective? What has been found to be biased against black machine learning system used for criminal. طيب اوكي طيب كمل كمل. كان اخر حاجة تاست مطلوب مننا للتوبيك موديلينج، كان هو الفكرة بتاعته ان كان عنده فيديوز عايز يطلع منها السب تايتلز، بعدين يطلع اكتر توبيك بيتكلمين عنه في الفيديوز. هو ما اشتغلناش على فيديوز، اشتغلنا على التكست. فانا استخدمت ال بيرث توبك، في حد تاني استخدم ال دي ال اي ال ال دي اي سوري، بس انا بيزد على سيرش كتير استخدمت ال بيرث توبك. هو اصلا في حاجه بيقيسوا بيها الريزلت بتاعت الموديل التوبك موديلنج كلها، ده كان احسن من ال دي اي. انا استخدمت ده، استخدمته على بلين تكست وطلعت الموست فريكوينس، بعدين عملت فيجواليزيشن. بس ده كل التاسكس اللي كانت مطلوبة. طلع ايه مثلا؟ طلع التكست نفس التكست بتاعت المشين ليرنينج، هي اكتر حاجة طلعت. انا كده تحت ايه؟ ما ايوه نزلت. مش انا والله. هو دي الكلمة اسمها فيرج. اه توبيك اول توبيك بالنسبة له فيرج، توبيك تاني اي انتليجنس. ده بس بيعد الكلمات، بيطلع اكتر المود بتاعه. بس كده
اوكي بعد كان كل المطلوب زي الفل تمام ماشي ده يعني هو تمام من انت عملتيه يعني لكن هو تمام ولا مش تمام دي ماشي شكرا بعتيلي بعتيلي النوت بوكس بقى الفاينل بتاعك اوريدي بعتلك اخر واحده الحمد لله الحمد لله ما حضرتك ايه الحمد لله زي الفل عايز مشترك عايز في الفيسبوك ولا على الميل ولا على اي حاجه فيسبوك ماشي ميل ماشي اي حاجه هو هاجر وتسنيم ومي ما حدش شافه جروب 1 حد الناس من جروب 1 شكرا شكرا